السلام عليكم. انا اسمي المراني احمد، تنسكن في الخارج في باريس، وعندي مشكل مع الضحى. الله يجزيكم بخير. انا 10 سنين هذه وهاد الناس يكذبوا عليا. عندي واحد المشكل ديال فيس كاشي كما تيقولوا هما. عندي الواد الحار دايرينو لي في الدار، في قلب الدار، وتينزل عليا داك كلشي، داك الزبل حاجهكم ديال من فوق، من الفوق فين ما جيت باش نستراح في الصيف، تنجي تلقى هذيك الدار كامله خامجه، خصني نخسر عليها، نجيب البومبيه يحيدوا هذاك الشيء اللي خرج من تما. انا مشيت شكيت عليهم، قالوا لي هنا في طنجة ما عندنا ما نديروا لك، سير للدار البيضاء. مشيت للدار البيضاء، قالوا لي احنا تنبيعوا ماشي تنصلحوا، راه الناس ديال طنجة هما اللي خصهم يديروا هاد رفع الضرر هذا ولا شي حاجة. عاود جيت عندهم قالوا لي يا سيدي احنا ما عندنا ما نديروا لك، الا بغيتي تمشي تشكي سير شكي. قلت لهم واش، سولت الناس قالوا لي سير دير بهم دعوة في المحكمة. المحكمة يا الناس، واش انا ساكن في باريس تنجي باش نرتاح في الشهر انا وولادي، ولا نجي انا خصني نبقى ندعى مع عباد الله هنايا ونتسنى المحكمة؟ راه ما عندها شي قضية وحدة، راه عندها خص اللي يجي يجلس هنا عام ولا عامين وهو تيتسنى باش يترفع عليه ضرر. واش هذا؟ اللهم انا هذا منكر. واش هاد الناس هادو شدوا من عندي فلوس؟ شريت الدار ب 25 مليون، خسرت عليها 15 اخرى وما تعطانيش حقي، ومع من تندوي اللي دويت معاه هنا هاد الموظفين ما خليت شنو درت معاهم. يعني ما تعجب، ما فهموش اللي جا لبلادو، جا لبلادو يزورها ويضيف فيها تيوقع عليه هذا الغضب هذا. وهاد الناس هادو ما عرفناهمش شنو علاش تيقلبوا، شنو اللي بغاو. قلنا لهم اجيو جلسوا خرجوا، تسنيناهم تخرجوا من الاداره ديالهم، عرضنا عليهم. الله يجزيكم بخير. راه المحكمه، انا علاش غادي نلتجئ للمحكمه؟ واش المحكمه هذا مشكل حلوا انتوما. بعثوا لي، جبت بناتي شراو عندهم وكذبوا عليا، وشراو عندهم دابا جوج ديار، وجبت عائله ديالي وسحب لنا نبقاو نجيو مقيمين في الخارج. عندي العائله في اسبانيا، عندي العائله في فرنسا، عندي العائله باش نجيو لهنايا. انا بعدا مضرور، وولادي راه عندهم شويه سمو، ولكن انا راه وتيراودوا فيا صافي 9 سنين هذه نافون، تيديروا لي بالعاني. تجي نمشي عند المحامي باش ندير دعوه، قال لي راه عيط يديروا لك هكذاك باش تقدم القضيه، باش ما باقيش يديروا لك حتى حاجه. دابا انا التجأت لهاد الصحافه هذه باش يشوفني الراي العام، وباش يشوفوني الناس باش يعطوني حقي. راه حشومه هادشي، انا ما عرفتش شنو ندير. التجأت لهاد الناس هادو، حنا عندنا هاد الناس كاينين تنشوفوهم في فرنسا، هاد الجهازات هادو ديال الصحافه، وتحلوا المشاكل. حنا التجأنا لهادشي. اما المحكمه، انا خلصت عطيت المحامي، عطيتو اتعاب ديالو هذا، ودرت خبره، جبت لويسي ودارها هي عندي الصور وكلشي، ودار كاع الاجراءات، ولكن ما قبلوش مني اسمو. الله يجزيكم بخير. انتم تشوفوا هذا الشيء، راه المطلب ديالي هو رفع الضرر في هذيك الدار، هذاك الفيس كاشي، هذاك يعني ذاك البير اللي دايرين، اللي تينزل عليا كاع الزبولات ديال السكان اللي الفوق، وتيخلقوني وانا ما كاينش هنا. ولات الدار عندي خامجه، فيها البخوش، فيها سراق الزيت، فيها سميتو، فيها الخنز. تنجي جات بنتي باش تدوز عطله ديالها مع زوجها، جات بقات كتبكي تما قدام سميتو، ما والليل ما دخلات بكري في الليل، ما كاين لا مع الوحدات الليل وصلوا هنايا، بقات كتبكي تما على قدام العساسه. ودابا تنطلب من الناس يشوفوا هذا الشيء هذا، تنطلب منكم باش تبلغوا هذا الشيء، باش يترفع عليا الضرر هذا العذاب هذا اللي تعذبت 9 سنين، 9 سنوات، وباقي لي سنه. وقالوا لي، قال لي المحامي
وصافي وليت قدمات القضيه ما يديروا لك حتى حاجه. والمشكل علاش يبدلوني يعطوني فلوسي يديروا لي شي حل؟ علاش هذا الشيء هذا؟ علاش هذه المعاملات هذه؟ وعندهم اداره قد الخلاء عامره بالموظفين وتا واحد ما تيدير حتى حاجه. تمشي واحد تيلوحني الواحد سير للدار البيضاء، نمشي للدار البيضاء نبقى واقف تمايا تيقولوا لي حنا تنبيعوا ماشي تنصلحوا. الله يجازيكم بخير والله يجازي هاد الناس ديال الصحافه بخير، راه هما اللي تيساندونا وتيعاونونا، حنا تنطلبوا فيهم باش يوقفوا معنا هما هاد الساعه هادي. الله يجازيكم بخير.